سيدتي، دائما نحب نسلط الضوء على المواهب الفنية الصاعدة في المجال الغنائي والفني بشكل عام. اليوم ضيفنا تميز بصوت شجي وجميل، راح نتعرف عليه وعلى قصة دخوله للمجال اليوم. حياك الله معانا محمد الداود. حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا. وش رأيك قبل ما نبدأ نغني؟ يلا نقول شي على ذوقك. تلتقي في يوم عينك بعيني، مري وعديني مثل باقي الناس. لابد في يوم تجي وتذكريني، ليه من دريتي عن سبب صمت الإحساس. وماني خيال أنا واقعي صدقيني، وماني خيال واقعي صدقيني. ركزتي في صدر الأمل ذراق الياس. لو تلتقي في يوم عينك في عيني، مري وعديني مثل باقي الناس. الله الله عليك. لو نبي نسأل يا محمد، كيف دخلت المجال الفني؟ وهل المجال الفني الآن صاير سهل كل أحد يقدر يدخله؟ تبين بالواقع ولا بال؟ لا نبي واقع. والله دخلت بالغلط. وشلون بالغلط؟ يعني أول كنت عازف أنا الصدق، يعني مش عازف متمكن، يعني كنت أتعلم الشيء هذا. فجتني كلمة استفزتني لدرجة أن قلت لا لازم أغني. إلى متى يعني؟ إلى وصلت إلى 20 تقريبا. لا وش الكلمة؟ لا ما أقدر أقول، أقولها لك تحت الهواء. أوكي بعد لين وصلت لمرحلة اللي هي كانت بعد كورونا. بعد قلت لا لازم أجرب وأغني، عشان اللي قال لي الكلمة هذيك يدري أنه ما في شيء صعب ولا شيء مستحيل، ولا هو أفضل مني يعني في شيء، وما في أحد أفضل من أحد. المجال الفني بشكل عام يعني ما في تفضيل، هذا له لون وهذا له أداء وهذا له شغل، كل واحد له المود حقه. السؤال الثاني وشو كان؟ معليش حق هل سهل الفن كل احد الان صار يدخله؟ اي حد قاعد يغني اي شيء، يعني شيلات قاعدين يغنون، نتكلم اليوم عن راب قاعدين يغنون، تكلمين عن اغاني كلاسيك قاعدين يغنون، اغاني اللي هو جيل اللي قاعدين نسمعها الحين قاعدين يغنون. فكل المجالات يعني مفتوحه، فمن اسهل الاشياء الواحد الحين انه يدخل مجال الفن. صحيح، والسوشيال ميديا بعد ساعدت يعني كثير انه يدخلون. اكيد السوشيال ميديا هي الاساس اصلا. يعني انا اليوم شلون كيف جمهوري يعرفني وانا اعرفهم؟ صحيح. إذا ما كان في سوشيال ميديا، أكيد. يعني الجيل السابق ما كان عندهم سوشيال ميديا، كان كاسيتات وسيديات ولا شيء هذا. لو نتكلم عن الآن الموضوع اختلف، صار أسهل. أي صار أسهل إني أتواصل مع الناس اللي تبي تسمع. طب بسألك سؤال تقليدي، أكيد إنه في فنان أنت تأثرت فيه، مين فنانك المفضل؟ كنت أتكلم أنا عبد العزيز برا. يقول لي لا تقول لهم من هو الفنان تأثرت فيه. ليه أنت كل شيء ما تبي تقوله؟ لا يبيني أكذب بس ما أقدر أكذب. صدق أنا أحب رابح. قول الصدق. مدمن رابح. طب هذه قبل شوي الأغنية كانت حقت رابح لو تلتقي في يوم. إيه. فتأثرت في رابح مرة يعني. اللون الغنائي اللي أنت تحب تغنيه، يعني أنا بحكم بقول لك من بدايتنا وغنيت ذا اللون، تحب الأغاني الحزينة. صح. اللي فيها شجن، فيها بعد، فيها شوق. أكيد. حزين بس مبتسم وانا اغني، شلون ما تدري؟ ما تدري. ايوه مخربط الدنيا. فهذه وش نسوي؟ لان اصلا اكثر الاغاني ترى لو تركزون بالكلمات كلام حزين، حتى لو كان اللحن فرايحي او الايقاع فرايحي، هي اصلا كذا ولا كذا ولا كذا، الكلام تلقينه حزين ثلاث ارباع الاغاني يعني. يعني دوري اغنيه فرايحيه ما هي اليوم نتكلم عن قفلوا باب المشاريع. وشو باب المشاريع؟ باب المشاريع كله فيه كلام حزن وبعد وزي كذا، وماشي يعني الدنيا الحمد لله. طيب سمعنا أغنية كذا بس إحنا طماعين، نبيك تطول شوي في الأغنية. طيب أنا معكم لين بكرة. يلا. نقول فزيت من نومي أنا ديلك. الله. ما تبين حزن؟ لا بالعكس. طيب اللي ودك فيه فنك. يلا.
من نومي أنادي لك، رد الصدى عنك وجيت أدورك مستقلك والهان، لكن ذكرت أنت وأنا ما عدنا خلان، لكن ذكرت أنت وأنا ما عادنا خلان. يا صاحبي ماني على خبرك، أثر علي فقدك حزينة نظرتي صوتي عتاب مليان. وفزت يا ليت يا ليت عمري انتهى عندك، وانا بدفع حضنك ولا عشت بزمان به كل هذا كان. اصلك في وتردني عنك اخر البيبان. الله الله عليكم. الله الاعمال الجديده اللي لك وش الجاي ولا اللي راح؟ اللي جاي. نزلت أغنية من شهر تقريبا كان اسمها ما ظلمت، كلمات الشاعر محمد العتيبي والحان ظافر البادي، بس ما تسوقت للطريقة السليمة، يعني مو بالطريقة السليمة، خلنا نعدلها نقول للشيء اللي أنا أبغاه. هديت فيها الصراحة، بس إن شاء الله ما تنتي 2024 إلا أنا مقفل المليون إن شاء الله. هذا طموح واني متاكد يعني انه بتوصل المليون. طيب وش رايك تسمعنا شوي منها؟ حزينه ترى مره. اي ما يخالف، من البدايه من يوم ما بدينا وحنا حزن كمل. حلو، انا يعجبني الجو ذا، بعد شوي بنصيح. وفي منديل كويس. عندنا ندى المنديل مو اي. يلا. راح عمري في رجاه وفي هوا، ضاع وقتي عايش لي وسط كذبان، مجهد نفسي وكل همي رضا، وباعني في لحظة يا قلبا، وما ظلمت وما ظلمت، لا ولا خيبت ظنا. كنت كلي ودنيتي وصدق شعوري، وخنتني يا للأسف من دون سبب، لا لا تجيني ابتعد ما ابغى اشوفك، حتى طيفك ما اتمنى يوم قربا، وما ظلمت ما ظلمت، لا ولا خيبت ظنّا.
خير. الله عليكم. الله، أنا بدي أسمع منك محمد، وش أهدافك المستقبلية؟ يعني وين تبي توصل في مجالك الفني ورؤيتك؟ الوصول الحقيقي اللي أنا أطمح له ستيج إن شاء الله. لأتكلم عن الستيج اللي هو زي مسرح أبو بكر والأشياء هذه. والتوجه الثاني اللي أنا ناويه يعني إن شاء الله أنه يكون على يعني شغل أكثر يوتيوب، أكثر من أكون متواجد كحفلات. يعني ممكن يكون اليوم إحنا نشتغل كيف، أكثر أشغالنا اللي نشتغلها حفلات خاصة، يعني بيرثداي مثلا، أعياد ميلاد، أعياد مثلا، حفلات تخرج، أشياء زي كذا. الشيء اللي أنا أطمح له لا، كنت أكرهه بس ناوي أني أجي الحين، اللي هو الزواجات. بس أنت تكلمتي لي على الطموح الكبير، أيوة. فقلت لك الستيج، بس الطموح الصغير اللي بوصل له يعني هو الزواجات. محمد الداود، إذا أنت بتقعد على رتم الحزن ذا اللي من دخلنا وأنت قاعد تحزني وضيق الصورة، ما راح يجيبونك زواجات؟ والله شوف، غير المود شوي. أنت واضح أنك تبي مشكلة معي. لا هو شوف، خليني أقول لك الحين أنا داخل يعني. طب اسمع يلا، عشان نقنعهم أنك أنت تصلح للزواجات. إيه. نبي أغنية على ذوقك. طيب. ما راح تهزميني. يلا نبي نسمع. أبدا ما راح تهزميني، قولي ليش؟ ليش؟ اليوم أقول لك أنا أغني حفلات خاصة يعني. فأكيد إن الناس تبي ترقص سواء بروجيكتر أو غيره. ما الآن ما سمعت ولا. خليني أكمل. أنت ثبت نفسك الحين عندي بالغناء الحزين. أنت ما راح تسمعين الحزن اليوم. لا والله العظيم لا، أسمع شيء طق. يلا. ما في طق، أجيبك طق من وين؟ لا لا طق، بس أغنية كذا فرايحي. نجيب الكرو يعني خليهم يطقون ولا شيء. لا لا لا، جيب لي فرايحي كذا الحين. ما في فرايحي، كل أغاني كذا، لأني أعزف العود وما يبيانو. حتى في بالعود أغاني حلوة كثيرة فرايحي. مثل إيش؟ مثل يا طيب القلب وينك. فرحيه، وين فرحيه يا طيب القلب وينك، حرام تهجر ظنيني. يعني نفس اللحن حقها فرح. لا مو بحزن. حرام تهجر ظنيني، مشتاق لك يا حياتي. يرقصون عليها ولا ما يرقصون عليها؟ طيب قبل شوي انا غنيت وشو؟ ما والله ما يرقص عليها. فزيت من ما يرقصون عليها. لا ما يرقص. انا مره غنيت صدقيني عجز سنساك. صدقيني عجز سنساك بعد حلو، بس لا حزينه يعني. مره غنيت صدقيني عجز سنساك عليها صدمني. انا عندي مشكله الصدق مع اللي يرقصون على اغاني حزينه، اصلا اللحن حزين جدا. غير ان اللحن حزين، الكلمات يعني شيء مو معقول. ففي واحد قام يرقص، فقعدت افكر انا، قلت هل معقول يعني. بس اكتشفت انه طبعا يعني عقله ناقص. هو يحب رمح صقر في اغنيه وجهها مثل البدر نوره. يلا مره. شفت كيف طلعنا لك؟ طيب يلا شوف جاي الحاله. تبون بقاء ولا بدون؟ لا صعبة، خلنا نقول مرات بقلب السلام مني ما تسمع كلام، تجهل دروب الغرام، تغرق في الحب وبحورة. مرات بخلق السلام مني ما تسمع كلام، تجهل دروب الغرام، تغرق في الحب وبحورة. وجهها مثل البدر نورة، سبحان من سوى هالصورة. بس الزين ما يكمل، حلوة وجهلة ومغرورة. أقول لي زواج الحين. قدرت ولا ما قدرت الحين؟ قدرت ولا ما قدرت؟ بسيطة، بس إنه عشان بس أفهمك النقطة اللي أنا أقصدها، الرتم يختلف يعني. أداء الهادي أو مثلاً على البيانو، يعني مستحيل اليوم بيتهوفن يعزف مثلاً ومع إيقاع خليجي شغال. إلا بالذكاء الاصطناعي طبعاً يسوونها، يقصقصون وزي كذا. ليش؟ لأن هذه سيمفونية شيء، واليوم الإيقاع شيء ثاني. صح. فأنا لما أعزف مثلاً مع البيانو، وش رأيك فيني وأنا سويت مخرج؟ يلا ما يخاف، أهم شيء إن عجبتنا بالأخير. يلا هذا أهم شيء، أهم شيء كبر تحت. الله يطول لي عمركم يا رب. محمد الداود يعطيك العافية، وشكرا لك، شرفتنا أكيد، وإن شاء الله نسمع عنك كل شيء حلو. يا رب الله يطول لي عمرك، وشكرا على الاستضافة الحلوة. ومناسبة قرب الشهر الفضيل، كل عام وأنتم إن شاء الله بألف ألف خير يا رب. بخير وياك يا رب. تصبحون على خير إن شاء الله. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير ومن بعدها مكملين.